لاعبين حسين السعودي عبد الكريم. كرة عرضية خطيرة ذي ثالث. الله، هو أبو بكر آدم، هو لاعب أبو بكر آدم، اللاعب الأسمراني، اللاعب الأسمراني أبو بكر آدم، المدافع المتقدم الذي يعشق طبعا هز الشباك. فرحة كبيرة، فرحة كبيرة، فرحة كبيرة هناك بطبعا لعيبة فريق النجوى. التمريرة كانت من محمد سند، محمد سند التمريرة الجيدة المتابعة من المدافع المتقدم أبو بكر آدم في الدقيقة 35 والهدف الثالث. ثلاث أهداف سريع النجم خطفها بأخطاء فادحة، بأخطاء يتحملها خط دفاع.